لو خدنا معادلة يجب على الجميع أن يخرجون رابحين، معادلة رابح رابح، هل تتوقع أنه من الممكن مد هذه الهدنة في حال نجاح تثبيت وقف إطلاق النار؟ هذا ما يؤمل، والأوساط تتوقع ذلك، لأنه هذه الحرب التي بدأت إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب، ومجريات الأحداث أشارت إلى أن كل مستوى هذا العنف وهذا الدمار، لما 50% من المباني تهدم و50% من السكان يهجروا، الحقيقة الإعلام العالم كله حتى السوشيال ميديا، يعني لما تشوف حضرتك حجم وقوة ومدى تأثير المظاهرات في الداخل الأمريكي، احنا وجدنا شريحة جديدة من الشباب اللي أعمارهم 20 سنة وأقل بدأوا يلتفتوا لحقيقة، وهو أن الإعلام المحلي عندهم لا يعطيهم كل الحقيقة ولا نصف الحقيقة، بل هناك أكاذيب يريدوا أن هم يشربوها ليهم.